يقول السائل: تركت الجامعة من بعد شهر رمضان، ولكن اسمي ينزل في أصحاب المكافأة الشهرية، فهل يجوز لي أخذ هذه المكافأة؟ لا يجوز لك أخذ هذه المكافأة ما دام أنك تركت الدراسة. هذه المكافأة للذي يدرس، ما دام أنك تركت الدراسة إنها لا تحل لك، لأنك لم تؤدي المطلوب وهو الدراسة. نعم.